أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن منتدى التعاون العربي الصيني يمثل طفرة حقيقية في تاريخ العلاقات بين الجانبين. وفي كلمته أشار أبو الغيط إلى أن المنتدى أسهم في وضع العلاقات العربية الصينية في إطار مؤسسي ليصبح قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف. إننا نحتفي اليوم بمرور 20 عاما على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني الذي تم تأسيسه عام 2004 في القاهرة، والذي مثل طفرة حقيقية في تاريخ العلاقات بين الجانبين، إذ أسهم في وضع هذه العلاقات في إطار مؤسسي شامل، بحيث يمكن متابعة تطورها وإمكانياتها المستقبلية الواعدة. وصار المنتدى منذ إنشائه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، في ضوء ما تمخض عنه من آليات ومذكرات مختلفة للتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. أما النقلة النوعية فقد تمثلت في القمة العربية الصينية الأولى عام 2022 التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتكرس بداية مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية.